الولد هاخدوه معكم، مسك الصبي وشلف ليا نسيبي فات ليلبق، يعني كاني لتلبس مرته تلاقي شي تحطه على راسها. ايه ما لحق، ايه ما لحق. احمد بنساله يا ابني ايش اللي صار؟ احكي لي امك ما شفتها؟ ما شفت امك يا حبيبي. بيقول لي شفتها وقت اللي طلعت لتنزل، قال لها جوزها ارقدي يا فاطمه انزلي، قالت له بدي احمد. التفتت لتجيب احمد، لقيت احمد وقع في البيت. الباب باب الحوش حيني عليه هيك وعامل له مثل اللجوه، سبحان الله. هيك مثل الابوه صغيره، الصبي الله حما فيها.